ليه بفرجهم كملوا هذه فكروا مفهوم طارق هذه ما نبيع جيت مراش يا خاوتي بارطاجيونا لايف خاوتي بارطاجيونا لايف الماكسيموم نقصنا صوت من ثم كسرنا القلوب اخويا رضا خاوتي بارطاجيونا لايف عجبني الشيخ كي يتفاعل معايا من ثم نقص قلت له نقص هو ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك جات بضحكة ولعبة جات بضحكة ولعبة وجات حلوة بارطاجيوها خاوتي يشوفوا الناس الخير ما شاء الله ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك ويزيد بارطاجيو خاوتي خليو ناس أم الباقي يشوفوا خليو الجيري كامل يشوفوا ولاد أم الباقي واش راهم يديروا ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هم لا حسد اللهم لا حسد اللهم لا حسد اللهم لا حسد بسم الله بسم الله ما شاء الله هاني جاي يا اخويا هاني جاي هاني جاي بسم الله ما شاء الله هذا وشي هو اخويا رضا هذا ايش بدو يشوفوا هذا من الشوار ها شوف الناس ها هذا نديروا له القرعه اللي تحت فيه من القايمه يديه ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ويزيد بارطاجيو خاوتي الماكسيموم بارطاجيو خليو الناس كامل تشوف المبادره تاع ابناء ام البواقي انا نسميها مبادره تاع ابناء ام البواقي خاطر كي يوقفوا رجال راهم يصنعوا المستحيل بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دقيق دقيق ستوك اخاف ربي يبارك منه ومن هي هسنا شو رضا ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك هذا خوتي في ثلاث ايام جات بفكره بسيطه جدا جات بفكره حلوه تاع القصاصات الناس كامل تفاعلت معنا وجاوا الرجال وقفوا معنا كثر خيرهم كان اللي مدنا السياره كان اللي جاب الهيربين قالنا اليكم كان اللي المهم ناس متطوعين جاوا من الصباح خلاو الخدمه تاعهم وجاوا ربي يبارك الناس قاعده تبارطاجي الناس قاعده تدعي لنا ربي يبارك ما شاء الله شوفوا الخير خاوتي ما همش يطلعوا لي كومونتير انا لا اوكي لي كومونتير ثم مش طلعوا لي صافي سي بون سي بون سي بون سي بون ايه محمد ميساوي لي زون خويا كثر خيرك اليوم يتبرع المسكين محيو خويا صحيت ربي يحفظك تفرجوا خاوتي لا اله الله محمد رسول الله هذه الحصيله نتاع اليوم الثالثه زعما كون درناها قبل بشهر ولا بعشرين يوم درك حنا درنا ستوك يا ربي يبارك هذا غير ثلاث ايام خاوتي هذا ثلاث ايام من مبادره قصاصات الخير درناها بطريقه حلوه جات ربي يبارك ها هسنا شو هذا اخو تفرجوا خاوتي ربي يبارك ها حنا كشغل لمينا كل حاجه وحدها البقول والقصايص هذوك وحدهم ها والفرون وحده الفريك ها وحده الملح وحده وزيد كاين حاجه ثانيه ربي يبارك ما شاء الله كاينه او يقول لكم خويا جلال هذه شخشوخه تاع واحد الحاجه بعثتها من الصباح في شكاره وعد لها ميروشا في ساشيه تاع الدار هذه تاع ليد تاع الحراير والله عجبتني خير انا وكاينه مازالت كاينه كاين اللي وعدنا راح يجيب لنا شخشوخه كيما هكا بعد بربي غدوه ان شاء الله تشوفوها ان شاء الله يا ربي كاين هذا باليطا تاع الخل نخلوا مزهر جابه لنا محسن من عين البيضاء صاحب خونا بدون ذكر الاسماء ربي يقبل عليك اخويا وبارك الله فيك ها يا خاوتي كيما كان قصاصات له انا قلت كز لي وحده نزلك وحده قصاصه اختي نديروا دور لي الزيت ها تفرجوا الزيت على بالي لحظه دور لها الزيت لحظه ها يا اخو اختي نديروا نديروا النية نديروا النية اختي جيبي لحظة راهي ناقصة شوية ها لحظة راهي ما عندناش بزاف جيبي لنا لحظة ديري النية وصاي تحبي نجيبو لك قصاصة نجيبو لك قصاصة هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه
هذو خاوتي هذو راه ثلاث ايام بركة ثلاث ايام من القهوة ما شاء الله خاوتي شو تفرج ربي يبارك الخير كفاهم بزع هذو ولاد ام البواقي جات بضحكة ولعبة وكما يقولوا فكرة بيناتنا أسامة أخويا خوتي ماذا بكم عندنا هنا الحمص واللوبيا والعدس أو ناقصين شوية البقول نسميو لكم الحوايج اللي ما لميناهمش بزاف أو عندنا مازال نزيدو نشريو حنا بصح في الحوايج اللي متواجدين البقول راه ناقصين شوية البقول ناقصين زيد والعجاين ثاني ركزونا راها ركزونا على الدويدة خوتي الدويدة ناقصة شوية الزبدة ما شاء الله زيدونا شوية نزيدو القهوة هاكا تشوفوا فيها زيادة الخير خيرين زيادة الخير خيرين السكر اغوغو هنا السكر اغوغو السكر قال لك راهو اغوغو اخوتي الفارينه ثاني خير ربي الفارينه ثاني ما شاء الله دبشه زيد الخير ايه زيد قولوش الاخلاص زيدوا اخوتي ها البربوشه هاي البربوشه ثاني شويه ناقصه البربوشه وشخشوخه هما يديروهم في النصفيه لك طب ربي وعشنا ها وهذو ثاني هذو ثانية معانا هذوك خويا ربي يبارك كاين عائلات عندهم الاولاد ومنا الخير ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله هذا رانا نديرو الروب وهذا هذو راح نديرو لهم قرعه هذا راح نديرو لهم قرعه راح نديرو لهم قرعه طومبوله اللي تحت له بصحته والله غير ما نمدو حتى الواحد ابار كوم ما نديروش كوم ما نديروش طومبوله في زوج نمدوهم من فرد عائله ها هماك ها ربي يبارك ناي ناس الخير اخويا زيدوا اخويا اسامه زيدوا نهضروا لهم شويه ها تفرج والله ذاك الطوم وفرماجي هاي هاي هذه الخميره بانت لي ناقصه شويه خاوتي يا ناقصه شويه خميره الخميره هاي ناقصه شوي معليش زيدونا لحظه ثاني ناقصه شويه مش محتم كلوريا ولا مش محتم شات بورج ولا اي لحظه الشات كيما هذه نورمالمون هي مونشير فيهم دير 30 يا 32 حاجه كيما هكا صغيره ساشيه صغيره بعد نورمال ايه مش محتم الزيت ما شاء الله الا كان كاين زياده زيدونا خاطر الناس كامله راكم على بالكم بلي ازمه تاع زيت واتك الحاجه اللي ناقصه صح اخوتي اسمع الناس واش كانت وحش وشوفوا الزيت الزيت اخوتي شبعوا عينيك ماي الزيت لي نور يبرق ذهباني يا اليوبيد هاي زيد هنا عندنا شويه المونك عندنا المونك زبيب وعين بقره عندنا المونك هنا عندنا المونك بزاف هذو من بعد حنا نعاودو نحلوهم نديرو مشتا كوتساشيه نص ولا واش اخاف ما نديروش بزاف نديرو نص باش تكفي الناس كامل باش يعطيك الصحه كيما هذه بار اكزومبل دروكا يرتل نقسموها على زوج تروح لزوج عائلات ما تروحش لعائله واحده يعطيك الصحه البربوشه تمشي قالت لك المسفوف الصحاب بزاف تمشي بزاف هي وانا قلت لك الورق تاع البرك ما عندناش بزاف عندنا شويه برك طوم وفرماج ولا كاين شويه برك هذا نزيد ندوموندي وكان خوت العائلات عندهم عندهم ولاد صغار يفطروا به يعطيك الصحه شتي وكان خوتي اسمح لي رمضان مبينين اخوينا خوتي عائلات عندهم ولاد صغار ما يصوموش او على ما نقول لكم انا دويده و دويده وبربوشه والاخرى ما يديروا لهم في النهار كيما الدويده تجي ساهله ديرها في الحليب الطفل اللي يسكت وخلاص لا اله الا محمد رسول الله اسامه نعطيك الحساب ولا مازال دقيقه خليهم يشوفوا الخير الساعه اخويا خليهم يفرحوا مربي بالك فرحانين خير تحياتنا خاوتي وانا والغير راني فرحان شوفوا اليوم كنت متمني دقيقه انا نقول لك انا الفكره تاعي باش ما تروحش خاوتي اللي عنده ويبيع قفف كيما هذا يحب يعاوننا ولا يخلصوه ولا يبعث لنا ميساج بار اكزومبل دير 5000 يحسب انا ب 3000 يعاوننا شويه من عندك دقيقه الشيخ دقيقه يعاوننا خاوتي كيما هذا ومثال دير 5000 يعاوننا شويه علينا وشويه علينا ماذا بينا نديرهم في قفف ملاح كيما هكا اللي عنده يخدمهم ولا يقدر يدبر علينا منين ولا يقدر واش كان تقدر تشريو لنا ولا ما كان حتى مشكل ماذا بينا مرحبا المهم اخوتي شفاوه ونحبوا قفوف كيما هذا ما حبوش نديروا في تاع الساشي هذوك وبارك الله فيكم ايه خوتي شوفوا انا اليوم كنت متمني كنت متمني نوصل ل 20 مليون 20 وانا واش كنت مداي والاخر والروج قالك 10 ملايين الحمد لله فنا 10 ملايين او درك الروج يعطيكم الحصيله تاع اليوم باش تزيدوا تفرحوا نزيدوا نفرحوا خوتي تما عطيناكم درك الخير القضيه اللي جابوها لنا درك نزيدوا نذكروا لكم المبلغ المالي الحصيله كامل اللي جبناها هاو معاكم جاد خوتي الحصيله تاع اليوم انا راح نقول لكم قداه انا كنت معول على اخي قلت لكم 10 ملايين الحمد لله فات 10 تاع اليوم ربي يبارك ما شاء الله قبل ما نذكر هذه عندي في سي سي بي انا تاعي عندي 1400 اللي على بالي بها بعثها لي اخ من فرنسا بارك الله فيها ربي يقبل عليها هاي وصلت الامانه تاعك خويا وكاينه اخت عطيتها سي سي بي ما على باليش بعثت ولا مازال انا غدوه نزيد ندير لافوار
وعندنا عند خويا صدام كذا عند كاس صدام. انا عندي وحده 300 وحده 900. وحده 300 وحده 900 عنده 1200 خويا 1200 هذا احنا ذكرناهم بصح مازال ما حسبناهمش بيسك مازال ما حكمناهمش هذو نجبدهم احنا نذكرهم لخاوتنا بكل شفافيه وكل شيء تاعنا باين 300 و600 300 داكور عنده 900 900 وانت 1200 وانا عندي 1200 1400 عندي 1400 خاوتي كي كملنا اللايف لتحت لمينا ثم 650 بعد اللايف كي لحقنا لهنا الكراج كاين واحد عطالي مليون للامانه ربي يبارك ما شاء الله ربي يخلي عليهم الاخت اللي خلات الامانه تاعها في المكتبه عندي وصلت جات بارك الله فيك الامانه تاع السوفي تاع تاكسي فون ثاني وصلت تاع تاكسي فون عطالي بعث لي 200 ماساسوكي بارك الله فيك وصلت اخويا القفف اللي خليتوه من الاسامه في سيبرات المهم بدون ذكر الاسم راهم جاوا ربع قفف ما شاء الله كاملين ثاني ثاني واحد ربي يقبل عليه بعث لنا ثلاث قفف مجمولين من كل شيء ربع ربع قفف جبناهم دركا مجمولين من كلش دقيقه برك يا خاوتي نقطعكم الاخت اللي قالت لك فان تواصل معكم بثي بارد الصفحه برك دوك نتواصلوا معكم لا اله الا محمد رسول الله خاوتي كي حسبنا لقينا 14,850,000 كان واحد معنا في الجماعه اللي انا زاد 150 هذيك ربي يقبل عليه 15 مليون يا خاوتي 15 مليون ما شاء الله ربي يبارك ويزيد عندنا اليوم الاول 20 واش واليوم الثاني 20 واش ودركا 15 يسمى عندنا بلاش تي سي بي عندنا 55 مليون بلاش ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله ربي يبارك نقول 55 مليون كان نديروا القفه على 500,000 50 مليون نجيب لك 100 قف ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله هذا كي نديروا على يا ولدي يا انا فرحانه يا ولدي يا هكا او شوف اخاك كي تدور عند حبابك ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله على الفرحه في عينيهم والله يا ربي يبارك تاعنا ماهوش قاعد يروح باطل وهذا بفضلكم وبفضل ربي الحمد لله فيكم اخوتي ويعطيكم الصحه وندعيوا لكل واحد بوش في قلبه ودعيوا لنا معكم حتى انتم الحمد لله يا ربي الحمد لله كل واحد وعنده حاجه في قلبه ودعيوا لنا بركات فيها وقالك سيف وقالك سيف والله يعطيك الصحه اخويا سيف وقالك قبيله 15 مليون شكون سيف وقال لي 15 الحمد لله يا رب انا والله غير كنت حاب 20 بصح الله غالب 15 مليون بركه ما كناش معودين عليها وبلا شي سي سي بي تسمى بالسي سي بي تولي 17 شويه 17 و300 شويه شويه صباح وكان 17 و300 صباح وكنا ما كانش كنا خايفين خايفين إيه. الحمد لله الحمد لله يا ربي انا الصباح انا الصباح صراحه كي شفت كيك الغاشي ما كانش ومنا انا قلت كون نجيبو مليون حنا ما كانش صباح. الحمد لله يا ربي ان شاء الله اما كان حتى من زغرتو ها فيها تزغريت والله من زغرتو ربي يبارك في خاوتي والله صافي بليزير كي نشوفوكم فرحانين كاو تفرحوا معنا قالت لك واحده من الصباح وانا نتفرج في اللايف تاعكم وميته بالفرحه الحمد لله الحمد لله يا ربي بزايد حنا وقتها نزيدو نرتاحوا شت نهار نكملوا نسيت تبكي دوما انا واش نحب والله ماذا بيا خوتي ما يبقاش حتى واحد يقول لك انا بعثت لكم وما عطيتوليش ماذا بيا الناس اللي قاعده تبعث لنا كل مد لهم كامل ما نخليوش حتى واحد ونزيد نفكر خوتي موعدنا غدا بعد صلاه الجمعه في نفس المكان صح غدوه ويكاند ومنه وما كانش حتى واحد بصح رانا ثم رانا ثم ساعتين رانا ثم اخوتي وبكل قوه مازلنا نزيدو نلمو ومازال نزيدو نلمو عندي امل كبير باللي مازال نزيدو نلمو اخوتي نورمال اخوتي شتي غدوه صح الجمعه ما كانش الغاشي بزاف ارواحو اللي يحب يجي يعاون يجي اللي يحب يجي يتبرع يجي ارواحو شاركونا الفرحه تاعنا ارواحو شاركونا الملحمه شوفوا يا خاوتي خرجت بطريقه بسيطه خلاص جات بطريقه بسيطه كي شغل قصاصات منا كل واحد يجيب حاجه شويه كان اللي عنده شويه صوار تبرع مليون زوز ربي يبارك ولميناها والحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله صدام كلمه اخيره خويا نشكر الناس اللي عاونونا بكل وربي يقبل عليهم ان شاء الله الناس اللي وقفت معنا بكل الناس اللي وقفت معنا خاوتي خاصه اللي صدقوا ربي يقبل عليهم الناس اللي صدقوا والناس اللي تعاونوا معنا ربي يبارك فيهم الناس كامل غدوه تفرحنا يعطيك الصحه الناس اللي وقفت معنا الناس اللي جابت لنا الناس كامل كون الناس 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 كاين اخ جاب لنا الهيربين تاعو وقالنا ها يكتب الهيربين كاين اخ مدان خلى خدمته كاين اخ مدان الطوموبيل تاعو كاين الاخوه بزاف جابوا لنا السيارات تاعهم قالوا لنا رانا في الخدمه الناس اللي بارطاجات الناس اللي قاعده تدعي لنا بالخير الناس كامل اي واحد عاوننا ولو كوراجانا برك خليونا من الجماعه هذوك اللي يطيحوا المورال ما نديروش عليهم كوراجانا بكلمه كي قلنا بون كوراج
ربي ورحمته. جلال خويا كلمة حنا أمس توصل أخوتي ما تديروش علينا. توصل برك نشكروا الناس اللي عاونونا. كلمة الأخيرة تاعي خويا موعدنا غدوة وراسلة الجمعة في ساحة البلدية. نحبوها ملحمة. مرحبا بكم أخوتي كان شوفوا غدوة واش نحب أنا التحدي تاعي 10,000 الناس كامل ولا غير قادرين عليها. سهلة يا أخي نبدأ أنا ب 10,000 تاعي هي الأولى. هاي ربي يبارك فيكم اخوتي و يعطيكم الصحه. سي بون واساسوكي لمانة تاع السوفي راهي وصلت اخويا. لمانة تاع السوفي طاكسي فون راهي وصلت ربي يبارك فيك. فرحنا وبكينا ربي يرزق كل واحد اش في قلبه ربي يبارك فيكم. ما شاء الله ربي يبارك اخوتي والله راني فرحان صح قسما بالله راني فرحان على الاخر. ما شاء الله ربي يبارك ما تنساونيش زكريا مكناس تاع المروك. تكفل بها اثار زكريا مكناس. هو بعث له ميساج كونتاكتي درك به كل يوم يبعث غدو الحال مسكين زكريا مكناس دوكنا ربي يستر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الربح يعطيكم الربح خاوتي كامل ربي يقبل عليكم. اسمع عندنا مونك ثاني تاع الزيتون الموديل هذاك ساهل نشريو شو بعد نشريو مش مشكلي احنا مذيبين الزياده اخويا الصوار هذوك نزيدوهم في حاجه اخرى. هي ربي يبارك ربي يقبل على خاوتي ربي يقبل عليكم مام توما. المراه اللي قاعده توصي الحليب وليكوش اسامه ما تنساش تحط لها اختي العزيزه دقيقه نجاوب على وحده. ام صولي صولا احنا ما ناش جمعيه احنا مجموعه شباب. نمشيو تحت لواء صفحه ام البواقي نيوز ما ناش جمعيه. اختي كاين فرسان الخير كاين فرسان الخير كاين فرسان الخير الله اعلم راح يديروا مائده الافطار. اتصلي بهم لعل وعسى تعاوني حتى انت وتضمني مقعد في الجنه ربي يبارك فيك خويا. قبل ما نربطوا عسامة قول لهم ادعيوا لنا دعوة خير برك وكل واحد يدعي لنا واش كان في قلوبنا ربي. صح 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 ربي خاوتي واش كان في قلوبنا ربي يبارك فيكم وما تنساوناش بدعاويكم وربي هني خاوتي غدوة الملتقى الناس كامل نحبكم تجي واللي يحب يعاون اللي يحب يجي ربي سهل غدوة بعد الجمعة الصباح حنا نفرزو شوية منك كش ما نظمو أموراتنا بعد الجمعة صلاة الجمعة بإذن الله حنا نجيو لكم إن شاء الله ربي هني خاوتي تصبحوا على خير وبارطاجيونا اللايف باش تشوفوا الجزائر كامل ولاد ام البواقي واش راهم يديروا وتحيه الشاويه وتحيه ولاد ام البواقي بجميع البلديات نتاعها من حداده لحداده ربي يبارك فيكم خاوتي تصبحوا على خير.